وعن نبينا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نترك إن شاء الله تعالى نفتتح هذه الجلسة ونترك لأصحاب الخبرة والذين هم في هذا المنوال نترك لهم المجال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف أولا نشكر شيخنا لازم يتكلم طيب اللي راه متواجدين في هذه المكتب التنسيقي حنا كانت عندنا وكانت لنا دردشة تعرفنا هاد الناس تناقشنا مع الأعضاء اللي راهم متواجدين في هذه التنسيقية اللي حابين يخدموا هذه المقاطعة اللي يقولوا كاع المقاطعة بعض المرات نتناقشوا معاهم يقولوا كل شيء راه ميت في هذه المقاطعة كاين بعض الناس اللي فيهم جمعيات اللي صوتنا اخرى يفوتوا الوثائق شيء تسليم الوثائق غادي يفوتوا كلمة سابقين وهنا تقرا رسمي معايا تاع اتحاد جمعيات اللي هو طهران فيتفضل هما مع فوتو الرسمية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين اخواني الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى التسكيطه اللي فيها تاريخ الجمعيات في ولايه طهران تخدم راسك مرفوع ما تخافش حتى حاجه يعني هذا باش ما نطولوش الجماعه نقول لكم باللي لازم ديروا يديكم في يد البعض تعاونوا مع خوتكم هذو اللي غادي يكونوا الا نعاودوا نقولوا لكم الا كاين واحد اخرين الناس الاولى شوفوا مش خدموا تعيطوا لهم الا شوفوا مش داروا اسكتوا ولا راهم في بلاصتهم هذه هي اخواني ما نطولوش عليكم ان نعاود نرجع الكلمه للرئيس باش فوتوا للتنصيب ان شاء الله بارك الله فيك ما اللي قال زميلي احنا امامنا في الوثيقه احنا الانسان ما يبقاش عنده شكوك باللي هادو جاي يديروا الحمله ولا جاي يديروا يخدموا للانتخاب هادو الناس تنسيقيه تابعه المجتمع المدني تابعه اتحاد جمعيات لولاد وهران حنا اللي تشوفوه في وسطكم يتكلم على السياسه رفضوه هاد الناس غادي يمثلوا المجتمع غادي يمثلوا السكان غادي يمثلوا الناس اللي محتاجين باي حاجه نحتاجها هما اللي غادي يوقفوا معاهم هاد الناس جاو متطوعين ما عندهم شهريه جاو متطوعين ما عندهمش امتيازات جاو متطوعين ماشي بور لو بريستيج يوقف وشوفوا كاع جماعه سي بالقاسم هو الملصق امامكم سي طيب الا صدقوا عليه ويبغوا هاد الانسان صبوا كريم على امراض وفتحوا عليه هنا خاص الماء خاص الساكن الحاج قام نكملوا الحاج الحاج صدق عليك الحاج خلينا غير نكملوا وصدق عليك ونوضوا غير بغيت نتكلم كمل هدرتك كمل صدقتوا على سي طيب سي طيب نظنوا احنا والله ما نعرفوهم بكري والله وصدقوني والله الا عرفته تقريبا واحد ثلاث شهور ولا شهرين خاطر كون عرفناه بكري قال درتوه الامانه درته والله ما نعرفوه درناه علاه ومش احنا درناه درته جماعه اللي جات وصدقوا عليه كتبوا تقريبا 20 واحد وحنا نامنوا حنا لو كان غير الانسان يشهدوا عليه غير ثلاثه تاع الناس يشهدوا عليه نعرف بلي هذا ربما انسان مخلص هذاك شهدوا عليه تقريبا 20 واحد حنا نتمنوا زدتوا صدقوا عليه حنا نقول له بالتوفيق وبالتوفيق وبالتوفيق دابا غادي نفوتوا له الوثائق نسلموهم له تفضل سي القاسم شيخنا قدر بات محضر سي الله يفتح عليك هذه الوثائق دخلت فيها على سي تي وكاع كومبلي قال كملوا معليش خو لا تفضل شيخ هذا جي بسم الله هذا شيء ثاني يا كاين اش معه ريح بزوز محمد ريح سعد حساب البني هادي خرج هذا الشيء كملوا لنا الطريق الثاني قال نكمل لا قال نكملوا انا مرحبا بك انا حتى ما نحاول تاع الوالدي خلينا نكملوا له الشوال اللي قلنا نعرفوا هاد الناس انا جاي انا واش تسكيه من الحي غادي تحاسب عليها امام الله عرفت بها حاسب عليها امام الله
صبوا جماعة شيخنا شيخ صحة ورا بغداد الحاج نعم بارك عليك روح منا بسم الله هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي يا جماعة وتكون على بالك تفضل صوروها يا جماعة ديروا صورة تذكارية وبعدها مبروك عليك مبروك عليك اجمع هذه المدولة الخاتم هذه المدولة الكاشي لا تكونوا شاهدين أمام الله وأمام العباد هذه المدولة برسو هذا للتسيقين اللي غادي تخدم بها اجمعها فهمنا أيها تكونوا شاهدين إن شاء الله هذه المدولة الكاشي دروا الجمعية أولي أخوي هذا سمعتهم ما بيناتهم اسمعني ما بين واحد ولا جوج هي جمعية المهم يحضروا كاع الحومة ويخيروا الناس اللي باغي يديروهم قال ديروا فلان ونديروا فلان ونديروا فلان دروك هادو داروا غير بعضهم بعض هما خمسة ولا ستة كل واحد دار صاحبه وقال يا روح نديروا لجنة شحال لجنة هي لازم كاع الناس حضر الحي كاع يحضر قال درنا فلان درنا فلان درنا كيما تخيرش الناس كيما تخيرش الناس اسمع شو تاع الحي ما حضرتش كيما الاولى صحيح ماش ممثل كاع الحي هذه اللي ممثل غير من 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 الحلوي والحمراوي والسلام عليكم كاين لي بون هذا قالوا علاش هذه غازل هذه علاش بعدا ميراندا ما كاش مش ممثل هذه هي تمثل نفسها بكا ها تمثل نفسها هذه باينه هذه دوك انا طيب فيه نحترمه حاجه حبابي احترام وحده مرحبا به كرئيس جمعيه بصح باش 15 عضو اخرى ما نعرفهاش ما نستقبلهاش ما نعترفش بها بارك الله السلام عليكم عليكم السلام حاجه وحده اخرى ما نحاولش لا مسؤوليه ولا حاجه وحده اخرى صل علينا طيب هنينا نذكر الاعضاء المدراء ما هضر نعطيكم من وجهكم الاعضاء قال لك بعد نذكر رئيس كيسمو رئيس الجمعيه يذكر الاعضاء شكون ما حضروا قال لك بعد نذكرهم وانا غادي ندخل قال لك غادي نزيدوك انت في الجمعيه غادي ندخل الجمعيه وين ما يوجهني نروح نلعب وين ما يلعب انا السلام عليكم هنا كان رانا قدام الكاميرا هذا في حاله ما هذا رئيس الجمعيه اذا كان ما خدمش يطلبوا الاستقاله هذه هي من سوري هذه اخويا احكي لنا مالهم هادو اخويا مالهم شنو باغي نطيب هذا اللي طيب هلا هيا دار زي شباب الحولات يقولوا زي طلعت ولا مازال طلعت حتى تسقسيني محني ودابا يزيد لا لا نبين لك هدرتك ما سمعت فيها حنا باذن الله تعالى نصبنا هذه التنسيقيه على اساس باش نمشي في هذه الاحياء احياء فقيره احياء اللي يعني صابها مشاكل كبيره عندها طريق وهو طريق عمومي تمر عليه أكثر من 400 سيارة يوميا يمر عليه أكثر من 500 تلميذ اللي هما يدرسوا على مستوى بلونتير ومستوى سد الهواري يعني هذا المشكل اللي رانا نعانوا منه هو مشكل تراكم الأوساخ الأتربة في الطرق مزابل يعني